بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آية لباطن إيا اللبا إلى آية صد إيا الشان سورة القصر نبي الله موسى عليه السلام وكي مصر لك قبضك أدلي إساقوا عبسانية ينميسوا الدقوة جاء فجل من أقصى المدينة يسعى أرده يقال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ويكونت سليا ليقتلوك إني كدلان فخرج بح إني لك من الناصحين بانهاي فخرج منها وكبحي خائفا إسابوا عبسانيا يترقب السجي وحد عدونا قال وحود رب رب قالوا نجني إغن بدقلي من القوم قوم كالظالمين يا ظالمين تاها ورقاق مرك ولما توجه مرك وجهي ستلقاء مدينة مدين جهاد هذا قال وحول عصار ربي ربي قيق وحول مذيني هاي أن يهديني أنه يوهنوني سواء السبيل وضد طوصا مركب ملك با أجمد بالي لفرس وضع فرس مونا صارينا وضدي بكره وضدي حق مدين أكا عيسي نقول الله موسى نوحول مدين أكا عي مدين وإن إبراهيم إن النبي الله إبراهيم وهي مدين إسحاقنا وإن إبراهيم مركب قرابة وضي وهي قرابة وضي بأكا عيا وددي بقى الله كل ذو الله وهنوني يسوع عليه سطلس عطين وددي كل عين ولما توجه مركو وجهه يستي موسى تلقاء مدينة مدين جهادين قالوا حول عصار ربي ربي وحول مدين هاي أي هديني إنه وهنوني سواء السبيل ودد متى توصل وسع للمرك ولما ورد مركو تري وصل بك لجنت هاي ما مدينة مدين بيه دي أعلك تري وجد وحوكه عليه على الماء هي هدوشوض أمة أمة فربضاً ومن الناس تتكمي ذا يسخون ورابسنا يحوله هذا ووجد وحوكه من دونه بسقض هذا ما يلسك حقي سسوحكته امرأتين اللي بضمرة تدوداني أليق عليني واندي وحيك عليني ذاتك لما عليدين كران وذاتك سلما عليدين كران هو اللي إيري قال وحوكه نبي الله موسى ما خطبكم حال الدين واضح خد بك أمور تعجيبك اللي سكسوا على ما خد بكم حال الدين وما قالت الله بدي قبل ذو حيرة هذين لا نسقي ما وراء بصنه حتى يسير الرعاو إلى ذاتك حول ليديه أي فشدان حول هذا وابونا أباها ينا شيخ شيخ وي وضي كبير وين نبي الله موسى ملكم مدين تغي ومدفر ربضا وراء بصنه يسوع عالك كوراء بصنه يسوع تغي لما قبل ذو بها الكاريكو علينيه والله يا أبو وحير محا حال الدين بالكور موحيدين إلى حول الليل أي حولها فشذان ما وراء بصنه أبا هين وانين أضيه وين بيده هذه وانين أضيه وين بيده هذه أضي وحويه نو ما وراء بن كارو مركا مركا ويبدا بسو بيا إلا نهدي هذا كسي دايا والاقع علينو والاقع قرار حولي واكا كلفكاني ولما ما ورد مركو تغي وصل قاري ما أمدينا مدين بيه هذه وجد وحوكه عليه على الماء بياض شاد وعالكيه أمة أمة من الناس تكملة يسقون ورابسنا يحول هذا ووجد وحوكه من دون سقط هذا ما ليس حقي سسوحكته امرأتين اللي بدو مرة تدوداني علينا يا أرجي علينا يا أضطك عن كل حد سمين قالوا حول ما خطبكما حال الدين وامحي بل إيه ورما قالت الله بدي قبل ذو حيلة هذين لا نصي ما ورابسنا حتى يستر الرعاو إلى حول الليل أي فشدان حول هذا وأبونا أبا هينا شيخ أذي وي كبير نوين فسقال لهما وقوة رابيه ثم تولى وجهة إلى الذل خاصكي أمركي ورفع لي فقالوا حول ثب ثب قيو إني أني قال لما أنزلت إلي واحد إيسو الدجيسي ومن خير خير هذا إيه قرطي فقيروا وانباه نوي نبي الله موسى قبله هو رابي وحال لي هاي eelka markay dadku ka cabaan dhagax yar culus bay dul saaraan marka dhagaxa ugu yaraan 10 nin ba ka qaadi karta dhagixii buu aayad intuu ka qaaday oo hal wadaana soo daray oo gabdhihii u waraabiyay marka waqtigii loogu talagalay waqtigaan oo aabaha dowray waqti kooreeyay ii tagi doona fasaqa uu waraabiyay lahumaa labadoodii thumma tawalla wujeetad ila dilli hooski geedku ka yimid فقالوا حول ثب ثب جيوم إني أنا أقول لما أنزلت وحديث سودة جيس إلي من خير
يعني وحي رزقي هذه قرتي أنا أقول لا يا فقير وأبانه هذا نبانه عبد الله بن مسعود الحويني أنا ماشي وانا في جيتي وانا في وجيت قل عبود عبد الله بن مسعود بعد ولي ما قال لي بقول جيتي في تيجي أمتي يا كسي ده يبود في تيجي بقول قصو لقي كري وايبود جيتي على انتيسي عبد الله بن مسعود بحسد على قشعة فجاءت هو يتمد إحداهما مدهد تمشي يده صعنيس على الصحياء حشاد يده كس عنيس حشاد كتيره قالت حيثير إن أبي أبهي يدعوك وكو يالي ليجزيك إنو كاعب المريو أجر ما شيء أجردي سقيت لنا أدنى ورابسين فلما جاءه مركو موسى ننك أجمد شيخي صالحي هو قصة أوقصه عليها القصص القصدي قال وحجري لا تخف بقي نجوت واتكن بدك شيء من القوم القوم كالظالمين الظالمين تاها شيخي صالح مدين قبله وقت قفلي وقت كهرية يوتاجر قبض بوصو الدنيا قبض نصيح شاد نصو عنا يسوع على ليه هاي وتشي جذي مرض يساو صارتين وهاي ترى أباه يبكي يدي هذا يديه له يتكالي وتومي لها يو عفصلنا وحكلو مودي لها أباه يبكي يدي أجل كسين بيتين وهي أدنو ورابسين ووتاجي مرك قصدي مرك وشجع يوحي قبصدي حبق بوركات المملكة دي فرعون مثلا مطال marka ninka saalix ah Muuse u tagay qolada reer Banu Israa'il magciisa waxa uu yaqaanin Fayrun bay u yaqaanin reer Banu Israa'il ninka saalix Muuse u tagay Fayrun bay u yaqaanin qolyana waxa yidhaahdeen Marwan baa la yidhaahdaa iyo Shu'ayb walaalkii baa dhalay oo Marwan baa la yidhaahdaa marka waxa si kale hadii loo eego Nabiyullah Shu'ayb wama qawmu Ludin minkum biba'id bukir ummadisi markii la halaagay xeelo وإذا كل وجهه وقت قاضي واقع وما قوم لود منكم ببعيد لودنا وحال أجيه النبي إبراهيم وتشوجه إنه مدي سيل هلاقي النبي إبراهيم وتشوجه إنه مدي سيل هلاقي إبراهيم يا موسى وحاول دحيسه أفر بقول أصله يا إبراهيم يا موسى أقول دحيسه مركز شعيب معها مدة كله ده دو شعيب يا دعوة دي بكتير لها دعوة دي كم بحين دعوة دي بكتير لها مركز ربنا إسرائيل وحين كأو يقانين مجيس الصايرون وليك لنا مروان بلال إذا بينه أدو على كل حنكاس الشعيب ما هين نبي الشعيب ما هين لكن نكلا صالح أبوها فجاءت إحداهما مدد بعوتي بتمشي يده صعنة على الصحياء الحشاد في حشاد كتيره قالت حيثري إن أبي أبها يدعوك وكويه ليجزيك إنو كاعب المريو أجر ما شيء أجري سقيت لنا أدنى ورابسين فلما جاءه مركو وجمد وقص عليه القصص قصد وقصوري قال وحوري لا تخف بقي نجوت كنبت قش من القوم قوم كالظالمين الظالمين تأهاي قالت حيث لإحداهما مدون يا أبت آبي استأجره كريسو نكنو كريسو إن خيرا من روحك أخذ بدي استأجرت عاد كريسته القوي كحوق بدوي الأمين وآمنة لبدا قبل ذو حلليه مد سفوريا بالليلة سفوريا من الليا بالليلة مركا قبل سيدان له وقبل ذو أتمد الله صادره marka waxay ku ogaatay inuu xoog badan yahay dhagixii dadka badan ay qaadi waayeen buu isagu qaaday inuu aamin yahayna waxay ku ogaatay xagga dambe iga soo mar buuri oo wadada uu markaan hayo quluur xasa ugu toro wadada igu tilmaan xagga dambe iga soo mar buuri marka inuu aamin yahayna saasi ku ogaatay inuu xoog badan yahayna saasi ku ogaatay waxay tiri aba ninkan waa nin xoog badan oo waxino tare u jira inoo siyo inoo kireebay tiri qaalad waxay tiri ixdaahum labadii gabdhood midood يا أبتي أبي استأجره كريسو يعني عيدا كدبه إن خيرا من روحك أخذ بدي استأجرت عاد كريسته القوي كحوق بدوي الأمين وآمنك وأقبلي شيخي صالحه وأقبلي قال وحوجني شيخي إني أنا أريد حدوني أنا كحك إن كوبوري إهدبنا طيا لوضع إذا قبل أدمد هاتين يكون على أن تأجرني إن أدق أجرسيسو ثمانية حجج سيدات سنو قد أدق إيرها عدو ما هو نشيقين أدق فإن الثم تهدات دم يستطع عشرا طبنا فمن عندك أدق الله واحد وأدق حقات دا طبنا يقدك وحول واحد ربع الله مدن قبل ودمدهد إن أكو قوليه أدقون أد سيدات سنو أد أجيري أعطوه إيكي ريسان أعطوه يان ربع
hadda toban ka dhigtana waa adiga xaqaaga laakiin kuu kalif ma yabuud marka meeshan ma wana sheegin wixii uu jira qaatay ma sheegin laakiin waa adiba la leey wuxuu u jira qaatay ma sheegin waa sa adiba la leey qaal wuxuu yiri sheekhi saalixaha inni anigu uridu waxaan dooni anuu ka xaqay inaan ku guuriyo ihdabna tayya labadeeda gabdhood muddood haatayni ee kuwana ala anta ajurani ina digu u jira siiso 8 xijajin 8 sano fayna tumamta hadda damaysay 10 tobanna samin indika adiga xaqaaga weyn marka meesan culimadu waxa laga qaadan bay leh laba shay isbarbar taala labada shay mid baan ka iibiyay inta kaaga iibiyay waa saxi labada shay mid baan inta kaaga iibiyay waa saxi waxa kale la leeyahay yaradka baalka yaradka leeyda meesan gabdhahaana waa ku guurin 8 sano ay shaqeeyay buu hadda toban ka dhigtana waa sax yaradkan uu soo gali baalay marka yaradkeena hadaan ka hadalno gabadha iyo wiilka wada joogo oo is ogolo isku guri jooga waxa la wixii uu ninkaasu reer ka siiyo inkasta waa leey kaadeen waa xalaal waxa la wuxuu siiyo waa xalaal laakiin gabadha iyo ninkii oo nisaaynin oo la isu diidan yahay ninkaasi xooluhu bixiyo waa gabadhiisa meherkeedi weyn gabadhu meher kuma la ninka gabadha yarad laga bixiyo iyadoo laga haya ninkii oo la siinin ninkii oo ilaad xoolo keentay mooyey leeyay xooluhu bixiyay waa gabadha meherkeedi gabadha meher kuma la yaradku waa sida wama uridu dooni ma yiri صالح فيك مدين أن أشوق إنا ندب عليك دوشان إنا كردب مرم كردب ما يواد إلا تشوقونه أمور سهلا بعد إقامان إنا كردب مرم ستجدني وادي قهري إن شاء الله الله دو دونه من الصالحين الددك في عنين آنحي يادي قهري بو إنا كردب مرم مركب كله سيديت سنو إي شقه هذا طبعا كردك سنو وادي حقاق مرم إنا ندب تكو قيسي نولا شهاد إنا إلا نولا تؤدي لدقناتو يا ربا إن شاء الله صالح نوانا يقول وما أريد مرة بود أنا شقة إنا كل بو عليك الدشادة ستجدني وادقه إن شاء الله الله دودنا من الصالح نكون في عنينا قال وحول النبي الله موسى ذلك الصداعات شاكتين بيني وبينك واني أذي الحضورة يشيزك صاحب قبل أنا إيقوري سيديدا سنة وكل شوق وصداعات شاكتين قال النبي الله موسى وحول ذلك الصداعات شاكتين بيني وبينك واني أدي دحضوضة أيما الأجلين اللبادة مدو مدي قضيته عن دمي السيرانة فلا عدوانة لبات علي دوش هذا مسار هدان سيدين كالدقية هدان طوبان كالدقو واحد به ما هيستو واحد باتي كما تكتوين والله ألنا على ما نقول وحن أين لان هاي وكيل نسلا مسؤول كوهو الله إنا إيقيا مركا وحال ويدية ني يهودة يعني سحابي أو ويدية لبادي مدمدور دمي السيرانة ما أقانا حبر الأمة بأنه تقول عبد الله بن عباس يوتقي لماذا مدمدو دمية يلتي بطنية بدمية يبو أو دمية سري طبعا كاهاي وإنك شرفتي سنبي الله موسى أمعنا انتو وحلال صلاحة القادة أنه دمية سري أمعنا انتو قال وحلو موسى ذلك كبيني وبينك أنا أدد حدودة ذلك بيني وبينك أنا أدد حدودة أيما الأجلين لماذا مدمدي قضيتوا عن دميينا فلا عدوان لبات علي دوشة إذا ما سارنا والله ألنا على ما نقول وحن أين لانهد وكيل كيم كمسؤول وين فلما قضى مركو دمي موسى موسى الأجل مددي وصار كحي لسعد بيالي حاس كيسي أنا سوحو أركي من جانب الطور بور صدين عيدا نارا ضبو أركي قال لي أهلي خير كيسي وحكويني أم خصوم ميشا كنا قادة إني أنا أنا سوحانا كنارا ضبا نركاي لعلي وحان أود وهياتيكم من أن يدين كلام عدم منها ضبك حقيس بخبر ورؤن ضبك ضبك أكشوا وحورين وتدي بكلمين وأنا مجدي ربنا وداعية أو جدوة دخلوا من النار الضبة لعلكم تصلون ساعة ضد الشيطان نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام خير كيس وحال ليها أرين وتيه هذا هو إسكندس وحال يدي أرجع وحات كل هذا هاي وحي أن إسال أرجع الله مذهب هاي نقول مذهب كأرله yaad ku leedahay marka waxa la leeyahay u shiibu ku dhuftay adigii sida ku dhuftay marka adi aan adiga lamid ahayn yeyda dhaleeno de farabadan adigii uu wataa la leeyahay xaaskiisina uu wataayo gabadhii oo lamaan iyo adigii uu isla wataa aduu cala kulli xal feerkii uu wataa meesha taa laga la hadlay marka falama qadama marku dhameeyay muusa muusa ala jala mudadi oo wasaar uu la socday bi ahli xaaskiisi aan soo wuxuu arkay min jaanibi duuri buurta dhinaceeda naaran dabbu arkay qaal wuxuu ku dhili ahli heerkiisii wuxuu ku yiri umkusu halkan ku nagaada
إني أنوق أنا سبحانك نارا ضبانك لعلي وحان أدوهي أتيكم من أن إذي كلمة منها نار تحق هذا بخبر ور وضدك ميلها ديتشوغ أصوى ريسو أي وضد إنوات المامان أو جدوة لحلو من النار النار لعلكم تسألون سيادو ديفتتا فلما أتاها مركو النار تيجمي نودية والله دواغي من شادي الوادي توق حيب تيسا دنعي على أيماني إيه ميدك تيساها إساق موسى ميدك تيساها في البقعة بقعة دحدة دي والله دواغ المباركة باركاي سنة النبي الله موسى لغو شومي من الشجرة تيجي دي والله دواغي ومحال ليني أي يا موسى أي ويتاسا أنت سوا أي يا موسى موسى إني أنو أنا أنو الله بانهي رب العالمين عالمين ربي قيد أها وأنا القتور عساك وشادة تور أن ألقى عساك وشادة تور وطوري مرك فلما أرأها مركو أركي تهتزو يدو نقنقا قيسا كأنها سيد يدو جاءن المسير سيدا كلوا مسويني سيدا مسكا يرو نقنقا قيسا ولا وجيت هذي مجبيرا نساقو دمجيري يدو نقنقا قيسا مركو أركي ولا وجيت هذي مجبيرا نساقو دمجيري ولم يعقد ما صار نقني قيل وحلول يا موسى موسى أقبل صار نق أصاب قابل ولا تخاف بقي إنك هذا من الآمنين كوا آمنين تات ماشي بالنبي الله موسى تلي دبك كب حيي ماشي وجيت هرية وهدنا قيّن دبنا كده بحيي مركا وحلقه الدين عيسى جميلك تيسا بورس يتجو هلك إسكابتان عيسى الدين عميلك تيسا يوجد كوكيا له بقعة مباركة ويا بقعة النبي الله موسى له وحي ذي وحي الله قبل الله مركا وحولي إني أنا الله رب العالمين قل يا معتزلة ذي وحي لهذين الله ما هذا كري لهذين هذا الكيس الصودي حروف من ذم لا بيد لهذين مركا لبي موسى الله ذي كورهم بالله يديه جيتكو هذا الكل حبوري بيني جيتكو هذا الكل حبوري مركا ما جيت كاديه أنا الله رب العالمين ما جيت كاسيده مايا الله سبحانه وتعالى وحل مثاله وعج مجره هذا الكيس واسدة وهذا واحد ذات هذه سي أفعاله سي صفاته واحد مخلوقة أو وعج ولا عج مجره سدى نكودين أساسا دهين أشطور بالين أشطور حكوري وما تلك بيمينك يا موسى هرت إنا يقول طيب الجبر عارشيه وما تلك بيمينك يا موسى واحد عندك هاي سواء محي هي عصاي وأشي ذي أتوكل وكتكبا وهو شبه على غنم أرجان ونوب وغاب خلو شابون مركي لجوب برار شيءين قلتها يا طور ليه وش مسبي بالنهض وعرري بل ليه وعرري مركز سال ليه ويا قات وش عرري مركز وحلي قعدت ومركض دوبت مركزو أفكادي يوقف تاي قل بي بالنهض تاي فلما أتاه نودي وحلو قد واقعي مش هديل وادي تجي عبتيسة الأيمن أميدك تاه في البقعة البقعة المباركة بركة سنة ومن الشجرة تجدي حاجة ذي ومحل يدي يا موسى إيه يا موسى موسى إني أنا الله بنا رب العالمين وأنا القتور بالجيري عساك أشاد فلما رأها مركو أركي تهتز يدو نقل قادسة وشيبو قعنت كوتي كأنها سير يدو جان المسا ولا وجهة المجبير نسو الجيدي عقو حاجة ذي ولم يعقب منا سو جيتني قيل له حلو يا موسى موسى أقبل سو قابل سو نقو ولا تخف أنا بقين إنك هذا من الأمنين كوا أمنين تتكمل تاعي. والسلوك جلي يدك عند هذا في جيبك جيب كذا جلي. تخرج ويصاب حبيب ضائع يضع من غير سوء حمان غير كذا برص عين. وضمم أذن إليك حق هذا جناحك جرب كذا من هذه عبس الدتين. مرك عبس كون قشوا. عنده المشى جلي وقلبك كون قبو. فذلك الله بدأ سبورها ناني اللي بحج جوي. أو من ربك ربك كا هذا. إلى فرعون فرعون حقي سنة ولك. يوليه جماعة ديسي إنهم يو كانوا وحايا هايا قوم فاسقين وفاسقين حجدا كلا النبي الله موسى الله الشيخ وحايا هايا قعنت سيدا جيبك جيبك واجيب الدرعي سيدا ماشا أقلي بها اللي قجير جيبك ملك أقلي وسبحي يضو عضو افتيمة سواعو عليهم بصواب برسنا معها وضمم إليك جناحة كذو حوي ومسالك له مر الله مركات بغضه قعنت ماشا سار بها اللي قجير مركات صوت بغضه قعنت ماشا سار markii ilaah qudradiisa markuu gacanta meesha saaro baqdintu way ka biibalay baa kale inaga salaad deenan waxay culimo badan leeyihiin marka gacanta halkaas la saaraya waswaaska yaan kugu soo dhacay waswaaska ka yaraa ta gacanta halkaas saarto qudlaabta saarto halkaas la saaro dadka qaarkii shaafiiciyada halkaas ay saaraan waa halka meesha xadiidku sheegay
markaad qalbiga sidaa u dul dhigto waswaasku uu ka yaraan baalay waswaasku aad kugu iman mahayalay wadmum udun ilayka xaggaaga janaaxa ka garabkaaga minad raabi cabsi darteed markay cabsi ku qabsataba fadaalika labadaasi burhaanaani laba xujo weeyo min rabbika ka ahatay oo ila fir'auna fir'aun xaqiisa loo diray yumalihi jamaacadiisi innahum iyagu fir'aun kaanu waxay ahaayeen qawm qawm fasiqiina fir'aun iyo jamaacadiisi nabi ilaahay muusa ma amar diidin laakiin cududdaar buu meesha soo dhigay amarka ma diidin cududdaar buu meesha soo dhigay qaala wuxuu yiri rabbi rabbiga yow inni anigu qataltu waxaan ka dilay min xagooda nafsa naf baan ka dilay fa khaafu waxaan ka baqayaa an yaqtuluuni inay i dilaan wa akhii walaalkay haaruuniyihina huwa isagu afsaxu minni waa iga fasaxa badan yahay lisaanan xagga luqada ee fa arsiluu diid maciin maciiga dib hid aan xoog xaalu ii yahay yusadiquni i rumeeya oo ii markhaati fura oo hadalkana sharxa yusadiquni waa laba macno oo i rumeeyo hadalkayga anigu waa la iga fasaxa badan yahay hadalkayga sharxa nabi ilaahi muuse berigii fircoon inuu dilo u damo alin buu fircoon garka qabtay baa leeyahay markaasay tiri war waa ilmo caruur maxaad ka dilay daab iyo dhimbil daba isu barbar dhigtay ilaahay wuxuu ku leexiyay dhimbishii dabka ahayd carabku saaray wuxuugay laknadaas u lahaa waa kii meesha lahaa waxa lul uqdata milisaani waa kii lahaa marka walaalkay baa iga fasaxaroon inni anigu akhaafu waxaan ka baqi kaliya hadaan noqdo ayu kadibuni inay beeniya nabi ilaahay muuse cudurdaarkii buu meesha soo dhigay allah ayow naf baan ka dilo dakanaan ka qaba ee walaalkay haadun baa iga hadli ogo iga fasaxa badane ila dir ha iraace waay xoojiyo hadalkayga dadka ha u sharxa ay garan waayaan ilaa waxaan ka baqi kaliya hadaan inay beeniyaan waxba iga fahmi waayaan qaala wuxuu nabi ilaahay muuse rabbi rabbiga yow inna lahu qataltu minhum waxaan ka dilay nafsan baan ka dilay fa khafu waxaan ka baqaya an yaqtuluni inay idilaan wa akhi walaalkii haaruni ihina huwa haarun afsaxu minni wuu ka fasaxabada lisaanan xagga luqada ee fa arsilu macii aniga macayga diro iraaci hid an xaaluhu kaaliye yahay yusadiquni ifumeeya oo wax iga sharxa iina markhaati ka ah inni anigu akhaafu waxaan ka baqi an yukadibuni inay ibeeniyaan qaala alla wuxuu yihi sanashuddu waan xoojinaynaa cududdaka cududdaada baakhiika walaalka cudud waxa loo leeyahay xoogaaga weyn meesha gacanta u xoog badani waa cududda marka cududdaadan xoojinaynaa xoogaagaan xoojinaynaa weyn qaala alla wuxuu yihi sanashuddu waan xoojin cududdaka xoogaaga baakhiika walaalka baan ku xoojin wanajcalu lakuma waxaan idin yeeli sultaanan xujaan idin yeeli mucjiso la yaab leh falaa yasiluuna ilaykuma idin soo gaadhi maayaan wax dhibaata idin soo gaadhi maayaan allah wuxuu ku yidhi nabi ilaahi muuse qad ujiiba dacwatukuma wakiilay xooggaagii waxaan kugu xoojinaynaa walaalka wax dhibo idin soo gaartin male xujaad wadataan ayna ka hadli kareen sanashuddu cadudaka daadaan xoojinaynaa biakhiika walaalka wanajcalu lakuma waxaan idin yahay sultaanan xujo cad oo aan leexleex lahayn falaa yasiluuna soo gaadhi maayaan ilaykuma xaggiinna wax maana soo gaarsiin maayaan biayaatina bisababi aayaatina aayadahay sababtooda antumaa idinkii waman ittabacukumaa dadka idin raacaaba alghaalibuuna meesha waqaf baa jira oo kutubta qaarkeed waqafka ilaykumaada saddex dhibcood bay ku dhigeen biayaatidaanana saddex dhibcood baa lagu dhigay labadaa saddex dhibcood lagu dhigo markii mid la waqfo midka kale la waqfi maayo marka haddaynu waqafka eegno biayaatina aad xagga dambay raacsantahay xagga dambay raacsantahay wey biayaatina bisababi aayaatina aayadaha iyaga sababtooda antumaa idinkii waman ittabacukumaa cidda idin raacda yaa alghaalibuuna qaaliba aayadahan aad ku xoog badantihiin ood cid walba kaga garhelaysaan wey walaa subxaana wa tacaala.